ما حسيت بالكاميو تاجا، انا مع الناس واقف في اتجاه منعكس الجهه الاخرى، تاجا الكاميو زداف الطوموبيل ديالي، تنشوف انا الطوموبيل سمع الضربه عباد الله تكحشو، كاين اللي تهرس كاين اللي مات. واليوم تنبرينا على الطوموبيل ديالي، جاوني الناس قالوا لي ودي فين الطوموبيل ديالك، الطوموبيل ديالك راه تحت الكاميو، راه هي اللي السبب ديالها نجات امه فوق واحد العدد ديال البشر، طاكسيات وحديد هي اللي كارت الكاميو، وما راه كلشي غادي محج ديال السوق كامل غادي يمشي، السوق كامل غادي يمشي، والسبب هذوك الناس هي هاد الطوموبيل ديالي هذه باش وقفت داك الكاميو. وراه الا مشيتو معايا عين المكان راه غادي تشوفوا البلاصه فين وقفت الطوموبيل، وشوفوا قدامو اشنو كاين في الباب ديال السوق، البشر لا يعقل، اش نقول لك، شي مبرك شي مريح شي مقفافو شي، والطاكسيات ديال العين عوده والرماني وداك الشيء كلشي، ما يعني هاد الطوموبيل هي السبب ديال داك الامه تنجات، وهاد الناس اللي تقاسم مساكن الله يواليهم برحمه الله، واللي مريض الله يشافيه. هذا كاين يا خو، هاد الحادثه انا وقعت لي من اول مره كيفاش وقعت، تنشوف هاد الكاميو جاي من حدا المدرسه جاي بواحد السرعه خطيره، تنتظر بانه غادير شي حادث، وبالفعل دارت واحد الحادثه خايبه. جي داك الكاميو سيدي من ديك نقولوا من حدا المدرسه، في تعرفوا حنا المدرسه كي غيعرفك اللي ما يعرفهاش، جات يضرب في واحد الطوموبيل، ديك الطوموبيل فاش طلع فوق منها ديك الطوموبيل دفعت شي اربعه طوموبيلات ولا خمسه، بنادم تنجي تنوقفوا بنادم مزاوط شي مضروب مفروق ليه راسو شي مشتت شي هادي، دخلوا رجال للدار، واحد الكارثه خايبه زعما بصراحه. الانسان اللي شاف هذيك غيتالم والله تيتالم بالله، وداك اللي فوت كامل داك مول الكاميو ولي داير هادشي كامل. والسوق هنا بنادم راه معرم، بنادم راك عارف السوق اسبوعي تيجيو الناس ديال البوادي هادي، يعني بنادم اش غنقول لك، السوق قلنا حنا غتموت اكثر من 10 ولا 15. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.